أهلا بكم. تابع رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون العمل القائم في ديوان المحاسبة لجهة التدقيق في سلف الخزينة التي أعطيت ما بين الأعوام 1995 و2019، وذلك في إطار التحضير لدراسة مشروع موازنة العام 2021. وشدد الرئيس عون على ضرورة الإسراع في إنجاز التدقيق ليبنى على شيء مقتضاه، منوها بالجهد الذي يبذله ديوان المحاسبة في هذا السياق، علما أن رئيس الديوان القادم محمد بدران كان قد سلم رئيس الجمهورية التقرير الذي أعده ديوان في هذا المجال. وقع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني على فتح الاعتمادات لصالح مؤسسة كهرباء لبنان لزوم شحنة الفيول أويل، وأفادت وزارة المالية بأنها وقعت على كل الاعتمادات الواردة وليس لديها أي اعتمادات معلقة. بعد الحديث عن اتجاه لرفع سعر ربطة الخبز إلى 3000 ليرة الأسبوع المقبل، نفى المدير العام للحبوب في وزارة الاقتصاد والتجارة جرجس إبربيري الأمر للوكالة الوطنية للإعلام نفيا شديد اللهجة، وأكد أن هذا الخبر ليس له أي أساس من حيث المنطق ولا من حيث الحسابات، وهو يقع ضمن الإشاعات المغرضة. أعلن الكرملين أنه يراقب الوضع في سوريا عن كثب في أعقاب الضربات الجوية الأمريكية هناك، وأنه على اتصال مستمر بالسلطات السورية. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إنه لا يمكنه القول ما إذا كانت الولايات المتحدة أبلغت موسكو بخططها مسبقا، مضيفا أن الاتصالات في شأن العمليات تتم عبر الجيش. الموجز انتهى، شكرا وإلى اللقاء.